من أعان، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، من أعان على قتل امرئ مسلم لقي الله ومكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله ولو بشطر كلمة. من أعان بنصف كلمة على قتل مسلم يأتي يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله بشطر كلمة، ليس بيد ولا بشطر كلمة، نصف كلمة. أعنت مسلم على أن يقتل مسلما تأتي يوم القيامة مكتوبا بين عينيك آيسا من رحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول. قال مسلمة، ما قال زنجي إفريقي عربي مسلاتي فوراوي زغاوي شايجي، ما قال كلام جدا. مسلم، مسلم أمريكي، مش أنا بكره أمريكا. مسلم من اليهود أسلم يقتل بشطر كلمة. إذا أعنت عليه لقيت الله مكتوب بين عينيك آيسا من رحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف بالبيت الحرام الكعبة، قال ما أشرفك وما أكرمك وما أطيبك وأطيب ريحك، ولكن المسلم أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وعرضه، وأن لا يظن به إلا خيرا. المسلم، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند النساء والصحابة الألباني، لزوال الدنيا، الدنيا كلها بأسرها أحب إلى الله من سفك الدم الحرام.